لحيفا ان شاء الله. وين بيتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جينا اليوم من كل جنين، معانا الاطفال، معانا الامهات، معانا الصبايا ومعانا الشباب، عشان نقول لكل العالم انه اطفالنا هم رح يحملوا الرايه بعيدنا ورح يدخلوا الاقصى ان شاء الله، لانه هذا امر من الله سبحانه وتعالى انه رح ندخل المسجد الاقصى ورح نتبر ما علو تتبيره. والعلو اللي هو فيهم اليوم، اللي الجيش الاسرائيلي فيه اليوم، الصهيونيه العالميه اللي فيه اليوم، رح يجي يوم انه رح تنهد بايدينا، بايدين اطفالنا، بايدين الثائره، بايدين المتوضئه، بايدين اللي رح تقاوم الى اخر نفس فينا. احنا بنقدم الشهداء وبنحتسبهم عند الله، الله رب العالمين ان شاء الله انه يتقبلهم، لكن ولا مره حسينا بهاي العزه مثل هاي المره. انا بالنسبه الي من يوم العياش والطوالبه عمري ما فرحت لاصابتهم زي ما فرحت هالمره، لانهم انضربوا، انقتلوا، انهانوا، اندعس على رؤوسهم. وان شاء الله الخير لقدام جاي، ان شاء الله انه لازم يجي يوم ندعس على رؤوسهم ونطلعهم من ارضنا، لان هاي ارضنا، غصب عنهم هاي ارضنا، وغصب عن اللي بيساوم، وغصب عن اللي ببيع، لانه هاي ارضنا. اللي قاعدين في مصر قاعدين بفاوضوا وبيدينوا قتل المدنيين. شوفوا قديش النسب في القتل في 2014 و2016 و2018 و2020، راحوا آلاف في غزة. في حدا وقف دينهم؟ في حدا وقف يقول ليش الفلسطينيين بيموتوا اليوم؟ لأنه القتل فيهم هذا اللي قاعد بيصير، لأنه القتل في اليهودي، في الصهيوني، العالم كله بتوقف. واليوم إحنا لازم نكون على قلب رجل واحد، كلنا نكون ايد وحده، لانه العدو ما بيفرق، لما بنزل القنبله ما بيفرق فيها بين فلان وعلان وتنظيم وتنظيم. لازم نكون ايد وحده مع كل امتنا، لانه القادم ان شاء الله رح يكون افضل النا، والقادم خير باذن الله، رغم المآسي، رغم الكياس النايلون اللي حامل الاشلاء، رغم الام اللي بتبكي 7 و8 من اولادها، رغم الام اللي بتنعي ابنها الشهيد وهو زوجته قاعده بتولد، بتقول انه بدي كمل مسار ابوه، بدي كمل الورث اللي اعطاه اياه ابوه. واحنا ان شاء الله رب العالمين مش رح نفرط، ومش رح نساوم، ومش رح نبيع، ومش رح نطبع. واللي بايدهم يعملوا دول التطبيع وكل دول العالم، واللي قاعد بيقول مدنيه من هون ومن هون هذا كذاب بنص وجهه، لازم ينفضح بكل العالم. وبالنهايه مش مشكلتنا، اذا العالم بده يوقف معهم هو واقف معهم، وهو اللي اعطاهم هاي الارض من ال48، مش من اليوم، اعطوهم الارض، سلموهم اياها ودعموها، ولحد الان بعدهم بدعموا. فالنتيجه هم مش رح يكونوا معنا لا اليوم ولا بكره، لازم احنا نشد ايدنا ببعض ونكمل المشوار ان شاء الله للنصر، نرجع الاقصى، نروح على حيفا ويافا، وهذا حلمنا. هامس وين نروح؟